ده جديد، القديم بقى معالي الوزير الجامعات الحكومية. حضرتك يمكن كنت ذكرت واحنا تحت في الجولة عن شكل من أشكال النظرة للمناهج في هذه الجامعات، إيه اللي بيحصل يا فندم؟ احنا بنفس الحماس واللي احنا بنشتغله في الجامعات الجديدة، بنشتغل بنفس الحماس مع زمايلي رؤساء الجامعات في مجلس اعلى الجامعات للجامعات المقامة حاليا، اللي احنا قلنا 27 جامعة وفي انتظار 28 جامعة لما تفتح جامعة الغردقة ان شاء الله. يعني بنية تحتية معلوماتية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا ده المعلومات ممكن يدخلها فعلا دلوقتي يا فندم؟ بيحصل. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا عندنا اتفاقية بتكليف من سيادة الرئيس ان تتحول الجامعات الحكومية في خلال سنتين الى جامعات ذكية. بس احنا بنتكلم على جامعات ايه؟ جامعات بتاعتنا القديمة. هي جامعات بتاعتنا دي، ويعني بنوصل لها كل البنية التحتية المعلوماتية، ودي برضو ميزانية ضخمة جدا ابتدينا فيها. يعني انا مش بقول على حاجات عملنا التخطيط وعملنا، تتحول الجامعات الى امتحانات الكترونيه موحده. والرئيس اكتر من مره اتكلم في ان يبقى ما فيش عامل بشري كتير بيخش في عمليه التقييم علشان نبقى عندنا الحقيقه للطالب. طورنا المناهج الدراسيه في كليات كتير جدا في القطاعات، زي قطاع الطب بقى عندنا قطاع طب بيدرس 5 سنين زائد سنتين تدريب، وبقى تم اعتماده من الهيئه القوميه للاعتماد في مصر، واعتمدت من الهيئه الدوليه او هيئه امريكيه في اعتماد الطب. غيرنا مناهج كليات الصيدله، في طريق كليات القطاع الصحي كلها بيتعمل لها إعادة زيارة. جامعاتنا في كليات الهندسة وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، كليات الحاسب الآلي أو المعلومات، كليات الإعلام بتتغير مناهجها. داخلين السنة الجاية تقريبا في كل القطاعات اللي هم حوالي 24 قطاع، لما بقول قطاع يعني الهندسة قطاع، الصيدلة قطاع، التمريض قطاع، التربية قطاع، وهكذا في كل التخصصات. كل مجموعة عمل متمثلة في عمداء كليات وخبراء بيعكفوا دلوقتي ان احنا في خلال العام الدراسي القادم اللي هو في هذا العام 2020 على الاقل 80% من المناهج في الجامعات الحكومية المصرية تكون معمولة بستاندرد عالمي، او يتعمل لها نورمز عالمية نقدر ان احنا نقيس فيها. فاذا التطوير ليس فقط مرتبط بالجامعات الجديدة، ولكن أيضا بالجامعات الحكومية.